لا ليلى لا 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 ليلى لا 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 ليلى لا لا ليلى لا 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 ويا المعفر تعفر بشوية هي اللي بغاتك غدت كليها ويا المعفر تعفر بشوية هي اللي بغاتك غادي تكليها دخلت عندو لبيتو لقيتو انا يكتب ستيلو مدهب لا 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 والطريق بعيدة دتلك لك وبيدك هذا هشام خاصو شي وحيدة يا حجاب زار ماشي نورمال حياتي بلا بيها يا صحابي وجيراني فاميلتي براس كيعرفوها سكنتها قلبي دخلت داري سميتها المدام ياه والله هنيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار يا كنتي تسوي عندي الدنيا رضاو عليك حتى والدي يا كنت سيري معاك انتي انا يا كنا فور ديروا لها العقل باللي راني نبغي وما زال هي عمري راني معانا في داهل او راني نقولها للجنرال هي عمري نخمم فيها وما زال ماشي غردي البيضة مو نمور البيضة مو نمور يا البيضة مو نمور نديها بلا سحور وياك سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء معاك ما لقيت فايدة وياك بغينا نسمعوا الأغنية ديال أصابك عشقون بحكم أنك الأول أغنية اللي أنت بغيتي تضربها بالجيتار وبغينا نشوفوا المهارة ديالك في الأغنية هذه إذا تفضل أشرف غادي نسمعوا المقطع من أصابك عشقون بصوت أشرف الفقيه أصابك عشق أمر ميت بأسهمي فما دي إلا سجيت مغرمي ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي أيا داعيا بذكر العامريات أنني أغار علي من فم المتكلم أغار علي من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم أغار علي من أبي وأمي إذا حدثت بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبلن تغرقا إذا وضعتها موضع اللكم في الفمين
الليل يا الناس اللي ساندوني و يعني بقاو غادي معايا درجه درجه منهم سعيد مبروك هنيه ناس كاملين والام ديالي بتحيه كبيره والاب ديالي الاب ديالي والصحابي حمزه ستارسات ساندني حيت قلتي حمزه صاحبني صغير صاحب شي عالم حمزه نعمان أناس تازي دراري كاملين هشام حمزة دراري كاملين كاملين هذه هشام حمزة راه نوية كاملين كنبلغ لهم التحية ميرسي بوكو مرحبا بك أشرف لي فان ديالي كنقول لهم كنبغيكم بزاف حيت المساندة ديالكم سانتوني واحد المساندة كبيرة وردة على وردة قالوا ما دجرا قلت انا لامي ما قلبي مجروح كي على كي قولوا اللي كواني اللي مشى وخلاني على شبال كي على كي قولوا اللي كواني اللي مشى وخلاني على شبال اشرف فريمون شي فاش كنتي كضرب الجيتار والله الا العظيم الا سحبني حمزه طلق لك الانسترومون عاد والله عاد نتابت برافو 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 اشرف الفقيهي فنان شاب من مدينه الدار البيضاء كنتمنى كل التوفيق في المسيره الفنيه ديالك ونتمنى انك مره اخرى تجي تزورنا الشاده وتدوز معنا مرحبا بك حتى نتوما مستمعاتنا ومستمعين علاش لا الناس اللي كيشوفونا وكيشاهدونا من خلال اللايف هذه الفقره زوينه نزيدوها من خلال البرنامج الا كان شي فنان عنده شي موهبه يكفي انكم تصيفطوا لنا اس ام اس على 5566 صدر ان تي تي سي عطيونا النوع ديال الموهبه ديالكم وحنا غادي نتصلوا بكم كطاقم البرنامج حنا شباب وبغينا نتعاونوا مع الشباب ونكونوا كاملين في حله متميزه ونبغيو اننا نبرزوا المواهب الشابه المغربيه من خلال البرنامج تحيه كبيره لكم نتوما اللي كتستمعوا لنا حمزه فين ما كدير هكا كتبان لي 9 ونص كندير هكا كيبان لي حمزه كيشير حمزه حمزه كنقول لك تبارك الله عليك شكرا جزيلا لك كنتي معنا في الاخراج دائما وفي استقبال المكالمات اما انا صديقكم هشام بن جلون هشام هذا علاش هذا كيف العادة أكيد ربكم موعد غدا إن شاء الله لكل بداية نهاية وصلنا نهاية حلقتنا اليوم كنقول لكم باي باي أمالك صاحبي على هاد المرجة كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهنتا